بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. وما زلنا مع كتاب صحيح البخاري، أسأل الله أن يعجله لشيخنا. وما زلنا مع كتاب الأطعمة باب العجوة. ثم قال رحمه الله: حدثنا جمعة بن عبد الله، جمعة بن سقط الأزواج، قال حدثنا مروان، مروان بن من؟ ابن معاوية. مروان بن معاوية من سقط الأزواج. نعم. قال هاشم، ثم قال أخبرنا هاشم ابن هاشم، من سقاط الأزبات، من رجال صحيح. قال أخبرنا عامر بن سعد، ولا أخذ عليه في السياسة، لكنه في الرواية أنه ثقة. قال عن أبيه رضي الله عنه، أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا خالي، فلمن أحدكم من هو خاله؟ وهو سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: لم يضره في ذلك اليوم. انت بتنصب ليه؟ مفيش نصب. كيف ذلك؟ ولم جازمة، كيف ذلك؟ كيف؟ والله هذا الذي استغربته، ما ادري. لم يضره. قال: لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. هذه العجوة، وهنا عجوة من تمر المدينة، هذه العجوة من تمر المدينة، لأن الروايات الأخرى جاءت قال من تمر المدينة، في قول من تصبح كل يوم من سبع تمرات عجوة، وهذا على الإطلاق. وفي الروايات الأخرى قال المدينة، قال من تمر المدينة، فمن تصبح كل يوم من سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك في ذلك اليوم سم ولا سحر. والحديث أيضا في الطب أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وعند الحاكم قال صحيح الإسناد من البرني، وللدارمي: لم يضره شيء ذلك اليوم حتى يمسي. الجمعة هذا لقب اسمه يحيى بن زياد بن عبد الله بن شداد أبو بكر السلمي البلخي. الانفراد به البخاري عن خمسة، مات سنة 33 و200. هاشم وهاشم بن هاشم قال أبو صرح ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري قال مكي، سمعت منه سنة 4، وفي الوقت سنة 47 و100، اتفق عليه. كانت ابن بطال يقول: كانت عائشة رضي الله عنها تجعل ذلك سبع غدوات على الريق إذا وصفته كدواء. والدارمي في كتاب الأطعمة عن يحيى الحماني عن شريك بن عبد الله عن ابن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في عجوة العالية شفاء أو ترياق، أول البكر على الريق. عن شريك بن عمشب عن أبي سعيد وأبي هريرة رفعاء: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. شريك بن عمشب ضعيف والحديث يمر. وعرف المزني مرفوعا: العجوة والصخرة من الجنة، هو إسناد ضعيف أيضا. وقيل: الأمر ليس في العجوة، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكل تمرات سبع هو علاج ودفع السحر والسم بالسبع تمرات العجوة. لأن عدي من حديث الطفاوي عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يمنع مرفوعا: يمنع من الجزام أن تأخذ سبع تمرات، يمنع من الجزام أن تأخذ سبعة تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام. شوف، قال عجوة المدينة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المقصود أيضا في دفع السم والسحر بعجوة المدينة. كل الأحاديث التي جاءت على الإطلاق حمل الإطلاق على المقيد وهو عجوة المدينة. شو أنظر، قال يمنع من الجزام أن تأخذ سبعة تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام. وإن كان رواه الطفاوي له غرائب أفرادت، قال صالح قال حاتم صدوق. فهذه أيضا تبين لنا أن المسألة الإطلاق هنا مقيد، العام هنا يراد بالخصوص، يعني في قوله سبع تمرات عجوة من تمر المدينة، لا، ما في إلا تمر المدينة. سبع تمرات عجوة بهذا الوصف، سبع تمرات عجوة من تمر المدينة، هذه الله تعالى يجعلها سببا لدفع السحر والسم. الباب الذي بعده، قال رحمه الله: قال باب القران في التمر. قال حدثنا ادم،
آدم وآدم يأس من إسقاط الأثبات لو جماعة. قال حدثنا شعبة شعبة أمين من في الحديث من إسقاط الأثبات لو جماعة، قال حدثنا جبل بن صحيح وهو من الثقات. قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير السنة السنة ورزقني قال السنة السنة هو موت الزرع، السنة هو الطديق عليهم، القحط يعني السنة هو تمطر السماء ولا تنبت، تمطر السماء ولا تنبت، يبقى المطر أمامهم ولكن لا ثمر. قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. نعم، هنا في هذا الباب هو النهي عن القران في التمر، وذكر ابن عمر في الإذن صحيح، دل مالك المنع بأنهم في شركاء، وروى عنه عن ابن نافع إن كان المطعم هو المطعم هو فيأكل قران، وفي رواية ابن وهب أن ذلك ليس محتمل، نهى عن القران. الحقيقة نقول نهى عن القران، هذه من الآداب، هذه من الآداب، نهى عن القران بين أن يقرن بين تمرتين، ذلك الإمام الشافعي قال والقران بين تمرتين محرم يأثم صاحبه. هذه من أجل تربية النشء على الأدب عند الطعام، لا يقرن بين تمرتين لأنه في هذا يصاب بالجشع، يأخذ حق أخيه، يستحل ذلك، يستبيحه، لما يأخذ يعلم أنها حق الغير لا يستطيع أن يأتي بجانبه. وذلك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها في هذا الباب تحسن المادة، هذه الأدب نقاط عائشة وغيرها، وأن الإنسان نهى عن القران، وكما قلت هذا فيه حتى لا يساء الظن به، وحتى أيضا لا يكون يعني متسرعا في أكل أموال الناس، يعتبر لأنه في ذلك قد يأخذ حق الآخرين، وهذا يجرئه بعد ذلك إلى أن يستبيح ذلك، ثم بعد ذلك يصل إلى أكل أموال الناس، أكل أموال الناس بالباطل. قال ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه، لو استأذنته بأن تأكل تمرة مع تمرة وأذن لك فهذا جائز. شوف المسألة بأسرها واقفة على حق الآخرين، فهذا جائز. وعضوم حمله ونهى عن القران، قران الحج بالعمر، هذا خطأ مبين. المقصود بالقران هنا التمر، أن يقف بين التمرتين، وهذه من الأداب، يعلم الناس القناعة، ويعلم الناس أن الدنيا هذه لا تساوي شيء. ما الذي يعني أنقصك إن كنت تركت التمر وما أكلت؟ في الإسكندرية أميرة أتي بعده سيدنا هو أذن عندنا، طب هات بس الباب. ثم قال رحمه الله باب القساء. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه رحمه الله الجميع قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء. هنا كان يأكل الرطب بالقساء، ويأكل الرطب بالنخل بالبطيخ، يذهب حر يذهب برد، هذا بحر هذا، وله طعم لذيذ كما قلنا. والقرن بين الاثنين جاء عن النبي، اذا كان يكون سنه يعني ان انتويناها، لان هذه من العادات. ثم قال رحمه الله باب بركه النخل. قال حدثنا ابو نعيم امين الله معك صار احسن الله لك قال سمعت سعيد الله رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن طلحه نعم قال عن زبيد عن مجاهد رحمه الله الجميع قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. احنا قلنا لهذا احس قصة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم فعلمهم بالسؤال والجواب، وقال لهم ما اقرب المثل للانسان في هذا الباب، تعليم بالسؤال والجواب واختبار العقول، وكان هناك عشرة، ومن ابن عمر أوقع الله في قلبه النخلة، وما استطاع أحد أن يصل إليها، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى أبو بكر، ولما قال له ابن عمر أنها كانت في قلبي أنها شأن النخلة، قال له لما لم تجب إجابتك كانت أفضل عندي من كذا وكذا، سعادة بأن ابنه يعني يجيب شيء ما أتى به أكابر الصحابة. ووجه الشبه بين النخلة وبين المسلم دائما يساء إليه فيرد الإساءة بإحسان، كما النخلة يضربون يعني يحذفونها بالحجارة
تنزل عليهم الثمر ويستظلون بظلها، وحتى في موتها ترى يستفيدون من جزائها. المسلم مفيد للجميع في كل أوقاته وفي كل أحواله، حتى ولو كان قد ضعفت همته وضعف بدنه، فإنه كالعبير يفوح شزاه في جميع الأنحاء. نعم. باب جمع اللونين من الطعام. ثم قال رحمه الله: باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. قال حدثنا أبو مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه رحمه الله الجميع عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء. وهنا فيها جمع بين اللونين من الطعام، وهذا كما قلنا يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر بالقساء، وكان يأكل التمر بالبطيخ. وقلنا في هذا الباب فيه شيء من الحلاوة، لأنه قال يذهب حر هذا برد هذا. وفي حديث عبد الله بن جعفر أيضا في أكل الرطب بالقساء، وقال المهلب: لا أعلم أنها عن خلط الألم إلى شيء إلا شيئا يروى عن عمر، ويمكن أن يكون ذلك من باب السرف، والله أعلم، لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى، ولم يلزم ذلك عمر لأجل الاتباع في أكل الرطب بالقثاء والقديد مع الدباء. فهذا خلطه الآن، هذا خلط. هل سبق لك أن أكلت المنسف الأردني؟ لا ما أكلتها يا محمد إسماعيل. أبو رقية لا يتركني ولا يتركك، لابد يفعل ذلك معنا. أبو رقية يدعونا، هو الباب بابه ونحن نشرف بذلك. وقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن لنا أعرفه أميرة والله في اسكندرية بتعمل منسف للناس تحت الأرض. منسف إيه اللي بتعمل في أنت حضرتك أي اسكندرية أنت عايشة فيها؟ معلش عشان نعرف حضرتك عايشة في أي اسكندرية. الله يديكم. نعم. عامة نادي في باب الأطعمة الجامع بين اللونين نقل عن عمر كراهية ذلك، والتوجيه هذا أنه من الصرف، وهذا ليس من الصرف. النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، ولذلك لم يشدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع القساء، والرطب أيضا مع البطيخ. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، روى عبد الله بن عمر القواري حدثنا حمزة بن نجيح الرقاشي حدثنا سلمة بن حبيب عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نزل قباء ذات يوم وهو صائم، فانتظر رجل يقال له أوس بن خولة حتى إذا دنا إفطاره أتاه بقطع فيه لبن وعسل، أو خلط هو اللبن والعسل، فناوله صلى الله عليه وسلم فذاقه ثم وضعه في الأرض، ثم قال: يا أوس بن خولة ما شربك هذا؟ قال: لبن وعسل يا رسول الله. قال: إني لا أحرمه ولكني أدعى تواضعا لله، فإنه من تواضع لله رفعه الله جل وعلا، ومن تكبر قسم الله. نعوذ بالله من الكبر. ولكني أدعه تواضعا لله جل وعلا، من تواضع لله رفع الله، ومن تكبر قسم الله، ومن بذر أفقره الله، ومن اقتصد أغناه الله، ومن ذكر الله أحبه الله جل وعلا. لا إله إلا الله. حديث في كلام في هذا الباب. أوه أنا ما أعرفه محمد، لو تحصلون علينا وتأتون به. أما أميرة بتتكلم عن خيال، لأن أنا لا أعرف اسكندرية بأسرها أي طعام فيه اسمه منسف. قال رحمه الله: قال باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. ثم قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن الجعد أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه وعن هشام عن محمد رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه وعن سنان أبي ربيعة عن أنس رضي الله عنه ورحمه الله سنان أن أم سليم رضي الله عنها أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال: ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول: ومن معي؟ أنا جزاك الله خير. نعم. فضل كمل. ثم قال:
فخرج إليه أبو طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم رضي الله عنها، فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أدخل علي عشرة حتى عد 40، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء؟ نعم. صد بن محمد وابن عبد الرحمن بن أبي مغيرة وهمام البصري الخاركي خارك جزيرة في بحر البصرة. نعم. وقال هو عن هشام هو ابن حسان، عن سنان محمد بن زيد، ومحمد هو ابن سيرين، وسنان أبو ربيعة هو ابن ربيعة الباهلي. الخطيفة هي عصيدة من دقيق ولبن، الخطيفة، والله أنا سمعنا أسماء ما نعرفها أصلا، عصيدة وحريس وخبيصة وخميصة، المسألة متلخبطة خالص في الطعام. لكن هنا الخطيفة هي عصيدة من دقيق ولبن. الخطيفة سمعت زايد يقول هي الكبولة أو الكبولة، ما أدري مفتوحة أم مضمومة، وإنما سميت خطيفة لأنها تخطف بالملاعق والأصابع. عندنا يجعلون حلاوة الدقيق هذه يسمونها سد الحنك، يعني شوفوا أصلا يعني يغلقون بها الباب يأكلونها، ما حد يتكلم. دقيق ولبن، من دقيق ولبن يا عصيدة، من دقيق ولبن. الخبيث شيء آخر أم عمر، الخبيث شيء آخر. لا أنا ما أعرف محمد، قال قلت أبو رقية هو الذي عليه أن يعني يحسن إلينا به. وهنا في هذا الباب كانت قصعة واحدة، لذلك الإنسان دخلهم عشر عشر. هذه فيها أمور. أم سلمة طبعا، شوف الأدب، أم سلمة علمت بجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت بشعير جشته وجعت منه خطيفة وعصرت عكة، نعم، عندها فيها العسل وغير ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابي. أبو طلحة قال أم سلمة جعلت طعام، يعني طعام لقليل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فأصحابي أدخل، ودخل وأتى بالقصعة، ثم قال له أدخل علي عشر عشر. فكان عشرة يدخلون يأكلون في القصعة يشبعون ويذهبون، عشرة يدخلون يأكلون ويشبعون ويذهبون، وهكذا إلى أن بلغ الكثير منهم، وكل الصحابة أكلوا وشبعوا، وكان الطعام على ما هو عليه. وهذه بركة هذه السنة، بركة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الاجتماع على الطعام فيه ما فيه من البركة. إحنا قلنا بركة الطعام فيه أمور، الأمر الأول هو الاجتماع عليه، الأمر الأول التسمية، الأمر الثاني الاجتماع عليه، الأمر الثالث لا يأكل من وسط الصحفة. روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نأكل ونشبع، قال فلعلكم تأكلون وأنتم متفرقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تبارك وتعالى يبارك لكم. أبو داود عن إبراهيم بن موسى أنبأنا أبو الوليد بن مسلم حدثنا وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون متفرقين. وفي عالم من عالم النبوة لأن الطعام كان مدا من شعير، وأكل منه 40 رجلا ببركة النبوة المعصومة بريق النبي صلى الله عليه وسلم ويد النبي صلى الله عليه وسلم، بركة هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. جشته يعني جعته جشيشا ثم عصيدة. الحقيقة أنه في رواية أنهم كانوا 80، وهذا ظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بهم جميعا هذا لا أبو طلحة لا يتضايق من ذلك، وهذه فيها كما قلنا علامة من علامات النبوة، يدخلون عشر عشر يأكلون. البركة في كل شيء، الانتصار لا يكون إلا بطاعة الله، البركة في القناعة بقضاء الله والرضا بالله ربا، الإحسان يكون بالقربة والمسارعة في الخيرات لرب الأرض والسموات. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. الباب الذي بعده. ثم قال رحمه الله قال باب ما يكره من الثوم والبقول، فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ورحمه الله الجميع ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. ثم قال حدثنا على التحريم، قال أبو صفوان أي دلالة على التحريم. نعم. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان قال عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء رحم الله الجميع أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
نعم، هذه في قوله يعتزلنا، يعتزل منزلنا، هل ها مسجدنا، هل هذا على الوجوب ام الاستحباب؟ الوجوب انه على الاستحباب، والصحيح الراجح انه على الكراهيه، والصحيح الراجح انه على الوجوب ليس على الاستحباب. الصحيح الراجح انه على الاستحباب. ويحرم من اكل الثوم والبصل وظهرت منه الرائحه ان يذهب يصلي في المسجد، يحرم عليه دخول المسجد، يحرم عليه ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اكل الثوم والبصل ودخل المسجد ف ظهرت منه الرائحة، فأمر النساء فأخرجوه إلى البقيع. لو كان الأمر على الكراهة ما أخرجه، وإخراجه فيه ما فيه من يعني من كسر نفسه، وفيه ما فيه من الشدة عليهم، لكن الإنسان قال ذلك، قال فلا يقربن مساجدنا. وثوم البصل ليس بحرام، بل هو حلال، لكن له رائحة يتأذى منه ابن آدم. والنساء قال إن الملائكة تتأذى منه ابن آدم، حتى النساء لأنه يناجي جبريل ما كان يأكله قط، ومع ان عمر الخطاب قال اميتوه بالطبخ، وكان مطبوخا، لكنه ما اكله رضي الله عنه وارضاه، ما اكله النبي صلى الله عليه وسلم، فما اكل ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه، ما اكله قال اناجي من لا تناجي، فاكله ايضا في ذلك. يعني نقف عند هذه الفوائد المستنبطه. نعم، قد لا يكون الطعام حراما لكنه يحذر لإيذاء الغير. والإخوة المشرفون المتفائلة، عندنا رسالة أخ أرسل لي لها الأخ أبو عمر من غزة، وكانت رسالة طيبة جدا، وكان يقول نحن نأخذ بنصيحتك ونعمل بالتوحيد، والآن قلوبنا تمتلئ. هذه رسالة لابد أن تظهر للناس جميعا، لابد. والإخوة من الخليل بيبعثوا لي أصلا يقولون ندرس الكتب عقديا، وحاجة بصراحة يعني أنا منشرح الصدر جدا مما أسمع، ف لو تنشرون ذلك المتفائلة هيكون خير. فضل أم سليم أبو طلحة وأبي طلحة، بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وريق النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزات النبوة. مثل المؤمن كمثل النخلة، النهي عن الأنانية أن يقرن بين التمر مع وجود إخوة يأكلون معه. جواز الخلط بين نوعين من الطعام، لا سيما اذا كان حارا او بريدا. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.